صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. هنبتدي بإذن الله النهاردة الفيرست لكتشر اوف فيجن، وكعادتنا قبل ما نبتدي فإحنا هنجاوب أسئلة الام اس كيو. وعلى فكرة إحنا في يعني سبيل تحسين الأداء هنعمل حاجة جديدة المرة الجاية، إن إحنا قبل محاضرة الإندوكراين هنعمل امتحان الإندوكراين، وحتى هنحطه في الصورة بتاعته على السكرين بحيث يتحفظ مع الفيديو، بحيث يبقى عندك الامتحانات. فلقيت دي فكرة أحسن، بس مش هنعمل دلوقتي امتحان، مش هتبقى المحاضرة فيجن وهنجاوب أو هنحط أسئلة إندوكراين على المحاضرة اللي فاتت، لأ هنخلي كل محاضرة هيبقى قبلها الأسئلة بتاعت نفس نوع المحاضرة السابقة. على أين؟ دلوقتي أول سؤال في الإندوكراين كان عن الجي بروتين، وكانت الإجابة الصحيحة إن هو attached to serpentine receptor اللي هو بيلف 7 مرات، اللي عليه تبقى الإجابة الصحيحة دي فور دادي. السؤال الثاني ثيروكسين، والإجابة الصحيحة إنه it is slow in action برضو دي فور دادي. السؤال الثالث البرولاكتين inhibiting هرمون، الإجابة الصحيحة بتاعته it acts via diacylglycerol and azetol triphosphate. وعلى فكرة في ناس غلطوا قالوا إنه هو polypeptide، لا هو مش polypeptide، هو دوبامين. البوليبيبتايد هو البرولاكتين نفسه، وعليه تبقى الإجابة الصحيحة B for baby. السؤال الرابع regarding adeno hypothesis، فالسؤال الصحيح اللي هو A it secretes glycoprotein and polypeptide hormones، A for alpha. السؤال الأخير الخامس regarding the cyclic AMP، فتبقى الإجابة الصحيحة B it is increased by drugs inhibiting the phosphodiesterase اللي هو بيكسره. وعليه I think إذا عدنا في عجالة الإجابات هتبقى واحد الإجابة الصحيحة هتبقى دي، اتنين برضو دي، الاتنين دي دي في واحد واتنين فور دادي، تلاتة هتبقى بي فور بيبي، أربعة هتبقى اي فور ألفا، خمسة هتبقى بي فور بيبي. ده الإجابات، ونتوقع الله نبتدئ الفيرست ليكتشر اوف فيجن. طيب دلوقتي هنبتدي يا شباب بالستراكشر اوف ذا اي، وطبعا ده ام اس كيو فقط، يعني ما ينفعكش فيش سؤال نظري ستراكشر اوف ذا اي، احنا مش بندرس اناتومي او هيستولوجي اساسا. إنما أنا بحب أقولها بطريقة لطيفة، وأنتوا عارفين بحب النظام، فممكن تصور إن الآي 3 layers and 3 contents، يبقى 3 layers و 3 contents. أول layer اللي هي الأوتر بروتكتيف، قدام في الكورنيا اللي هي القرنية اللي هي شكلها بالضبط زي العدسات الملتصقة، شفافة وبالضبط حتى بتتحط عليها العدسة الملتصقة وشكلها زيها، عاوز تتخيل. يجي وراها البياض بتاع العين اللي اسمه سكليرا، وسكليرا في اللغة معناها صلبة، وكلمة انتوا عارفينها ومعظمكم مش عارف انه عارفها، ترجم الى عربيتنا اثيروسكليروزيس او ارتيروسكليروزيس، يبقى تصلب الشرايين، يبقى سكليروزيس يعني تصلب، سكليرا يعني صلبة، وعشان كده هي بروتكتيف. هنيجي الميدل لير بتتكون من 3 حاجات، دي بتبقى نيوتريتيف بتغذي، يعني الجزء الكورويد بيغذي. فاول حته فيها اللي هي الايريس اللي انا رسمه هو باللون الاخضر اللي هو القزحيه، اللي طبعا انت عارف ان انا واخد كروس سكشن في الاي، فطبعا لما هي اكشوالي القزحيه شكلها عباره عن قرص في ثقب اللي هو البيوبل اللي بيحدد دخول الضوء من خلاله. وراها شويه يمكن تخيل ورا الايريس ورا القرص ده فيه رينج دايره، طبعا لما اخد كروس سكشن فيها بان في مقطعين هنا وهنا، انما هي في الاصل رينج اسمها سيلياري بودي لان ماسك فيها الليجامنتس، فشكلها زي السيليا اهي اللي هي معلقه اللينز. ثم نكمل ورا بالكورويد، كثير منكم ما يعرفش يعني كلمه كورويد، كورويد يعني المشيمه، يبقى ده حتى بيشرح وظيفتها انها فور نيوتريشن،
مهمة لتغذية الريتنا اللي هو الكونز والرودز. يبقى الأوتر لير بروتكتيف، الميدل لير بتبقى نيوتريتيف. The most important layer اللي هي ال inner most layer اللي هي الريتنا اللي باللون الأحمر اللي هي الشبكية. خد بالك دي اللي بتحتوي الريسبتورز اللي هو الكونز والرودز. عندنا فيها نقطتين مهمين جدا، الماكيلا اليوتي، ماكيلا يعني بقعة اللي أنا مشاور عليها بالليزر، واليوتي يعني أصفر، البقعة الصفراء. ودي أحسن نقطة بنشوف بيها، يعني أنت ما بتركز على كلمة معانا بتقراها بتبقى بتوقعها على الماكيلا اليوتي، لأن ده المكان الوحيد في الجسم اللي فيه one to one connection. احنا قلنا في CNS إن many neurons بتروح لone neuron ما عدا في الفوفيا سنتراليس اللي هي البقرة المتوسطة دي، دي بتبقى فيها one to one connection، one cone connected to one cortical cell. فالنقطة تشوفها نقطة منتهى الدقة. بنبص هنا يعني للناحية التانية more to the nasal side، ده البقعة العمياء بقى. ليه عمياء؟ لأن فيهاش ريسبتور. ليه؟ لأن ده مكان خروج الأوبتيك نيرف وبنسميها الأوبتيك ديسك. طيب نيجي 3 كونتنتس اللي جوه الآي. عندي 3 حاجات يا شباب، في اللينس وقصادها سائل اسمه الأكاسيومر اللي هو السائل المائي، ووراها في سائل اسمه فيتراس هيومر السائل الزجاجي. يبقى 3 كونتنتس، اللينس، أكاس هيومر، فيتراس هيومر. يعني ممكن أكتر حاجة ممكن تجي لك سؤال هنا هو أن الأوبتيك ديسك بيقع على النيزل سايد أوف ذا ماكيولا لوتي. تقل لللايت يا شباب، اللايت الإنسان الذي يعتد بمقدراته هو في الأصل مقدراته ضعيفة جدا، فمن كل الإلكتروماجنتيك ويفز اللي في كوننا هذا احنا بنشوف منها very small portion. الفيزيبل بورشن اوف الكتروماجنتيك ويفز هو ده اللي بنسميه لايت. طيب والويف لينث بتاعه بيتراوح من 400 الى 700 نانومتر. واحد يمكن يسالني النانومتر دي بالظبط يعني ايه؟ انا تعرفين بحب كل واحد يبقى عارف كل حاجه بدقه، والدقه هي عنوان الليكتشرز بتاعتنا. النانومتر بالظبط هي 10 اس ناقص 10 اوفا متر. طيب ممكن نقولها بالانجستروم، النانومتر 10 انجستروم. يبقى لو قلت اللايت كام انجستروم اللي هو الويف لينث اللي بنشوفها تبقى من 4000 الى 7000 لو قلتها بالانجستروم. لو قلتها بالنانومتر تبقى 400 الى 700. يبقى شوف ازاي فيري ليميتد رينج اللي الانسان يقدر يشوفه من كل الاشعه اللي هي الالكتروماجنتيك الالكترومغناطيسيه. عندنا بعد 400 ده بنسميه الترا فايلت، ده انفيزبل وده مساحه واسعه جدا. قبل بنلاقيها ال 700 بيبقى في عندنا الانفرا ريد الاشعه الحمراء، برضو لانها وراء الخلق خالق وربنا ما بيعملش حاجه ملهاش فايده، حتى الاشعه الغير مرئيه لها فايده. تعال نشوف. فالالترا فايلت اللي هي بتبقى اكتر ما يمكن ما بين الساعه العاشره صباحا والرابعة مساء هي دي اللي بتكون فيتامين دي. المصدر الأساسي لفيتامين دي هو من الألترا فايلت اللي هي الأشعة الفوق بنفسجية. دي الميزة. طب فين العيب؟ إن على السكين بتعمل كانسر. وعاوز أقول لكم في فقرة المعلومات العامة إن مين أكتر كانسر prevalent منتشر في العالم مش قاتل، هو السكين كانسر. يعني اقول لك مين نمبر 1 كانسر في الدنيا؟ هو السكين كانسر. واحد في كل 2 فوق سن 60 بيجي له نوع من انواع السكين كانسر. بس ثانك جاد ان من 3 انواع بتاعت السكين كانسرز فيهم نوعين لوكالي مالجنانت، يعني مش خطرين قوي. دي حاجه. في ميزه تاني انه في السكين كانسر انت بتشوفه فبيبقى ديتكتد ايرلي، وده يعني show the mercy of God، رحمة ربنا، إن أكتر cancer prevalent فيهم نوعين ما بينتشروش locally malignant ورؤيتهم بسهولة وانشلوا. إنما لو سألتني عشان نستكمل فقرة المعلومات العامة مين أكتر cancer killing، قلتها مرارا وتكرارا lung cancer. في كل 100 رجل
بيموتوا من كانسر 33 من كل 100 بسبب اللنج كانسر. طب في الستات كل 100 بيموتوا من كانسر 26 من اللنج كانسر. اللنج كانسر في معظمه متعلق بالتدخين 85% بس، ما بنقولش انه ما بيجيش في غير في المدخنين، انما معظم اللي بيجي لهم لنج كانسر كانوا من المدخنين. وبرضه عشان يعني اكملها بصوره صحيحه، مش كل مدخن هيجي له لنج كانسر، لكن كل واحد هيجي له لنج كانسر كان في الاغلب من المدخنين. يبقى الحل ايه بقى؟ افكر معايا، يبقى نتحاشى اللنج التدخين عشان ما يجيلناش لنج كانسر. ونمره 2، تحاشى الاشعه ما بين الساعه 10 و4 عشان تتفادى السكين كانسر، او يعني دونت اكسبوز الحتت اللي هي مشهور فيها السكين كانسر زي الفيس. يعني في الحكايه دي واحنا يعني انا عارف في ميزه اللي هو فيتامين دي، لكن في ضرر اللي هي سكين كانسر، وي هاف تو كومبرومايز بقى، ما نعرضش الحتت الاكثر يعني مكانا لحدوث الكانسر هو الفيس، الايدين رجلين اتس اوكي. وطبعا الالترا فايلت بيعمل سكين داركنينج كمان. لما بيجي لنا الناس في بلادنا المشمسه الجميله يقول لك بياخد تان، مين اللي بيعمل تان؟ الالترا فايلت. يبقى ده سؤال ام اس كيو مهم. يبقى الالترا فايلت ميزتها انها هي دي اللي بتكون فيتامين دي وبتعمل سكين داركنينج تانينج، وعيبها انها بتعمل السكين كانسر. واكتر الترا فايلت ما بين الساعه 10 صباحا والرابعه مساء. طب نيجي الانفراريد، ايه اهميتها مع انها لا ترى؟ ده لها هيتنج افكت، يعني هي دي اللي بتدفينا. لما الواحد يقول المثل البلدي بتاعنا الدفى عفى والبرد لحاس القفا، قاعد في الشمس بيتدفى. صدق ولا تصدق، بليف ات اور نوت، انت اللي بيدفيك مش الاشعه المرئيه، اللي بيدفيك الاشعه الغير مرئيه اللي هي الانفراريد، لها هي دي لها هيتنج افكت. امال ايه الليزر؟ الليزر ده عشان نشوف، ده اختصار كلمه ليزر، light amplification by stimulated emission of radiation. حتى انا الحروف ال L for light، ال A for amplification، ال S for stimulated، ال E for emission، وبعدين ال R for radiation. انا مش عايز اعقدك، مش مهم واختصار ايه الليزر، انما مهم ماهية الليزر. الليزر ده عبارة عن ايه؟ احنا الضوء يا اولاد عبارة عن 7 الوان. لو خدت لون واحد منهم بس مونوكروماتيك لايت، يعني ضوء واحد، نجحت في عزل واحد عن السبعه، اللايت هو السبع مجتمعين. لو عزلت واحد بس يبقى هو ده الليزر. طب ايه استخدامه؟ بنستخدم الليزر فور اتس هيتنج افكت فقط، تسخين. يا اما في استخدامات عسكريه يوجه شعاع ليزر على الطياره يسيح جزء مهم فيها تقع الطياره. يا اما استخدامات طبيه في ان احنا نعمل علاج للريتنا، يعني تريتمنت للريتنا بالتسخين خصوصا في انفصال الشبكيه. طب عشان يبقى التاثير بتاع الهيتنج دي برضه فقره معلومات عامه محدش هيسالك فيها. اللينزز بتاعت الليزر، تعرف الاطفال لما يجيب اشعه الشمس حتى عاوز يحرق ورقه يجيب عدسه يجمع بيها اشعه الشمس فيحرق الورقه. عندنا عدسات برضه الليزر. الحقيقه انا ما كنتش عارف العدسات دي معموله منين. وكنت في مكان اسمه اونتاريو ساينس سنتر هنا في تورونتو، من اكبر الساينس سنترز في العالم، بنروح هناك نحضر مع نتعلم. كنت قاعد حوالي اطفال، وبعدين الراجل سالهم اللينزز بتاعه الليزر اللي بنكوندنس بيها الليزر عشان نزود تاثيره الحراري مصنوعه من ايه؟ الحقيقه انا كان نفسي اقعد اقول ياقوت، مرجان، حاجه كده فخمه قوي. فوجئت بطفل انبره وقال الملح الطعام، تيبل سولتس. تخيل عدسات الليزر معموله من ملح الطعام. كانت هذه الفقره الثانيه في المعلومات العامه. يبقى في هذه الصفحه يا شباب نركز بقى، ايه اسئله المالتيبل تشويس في الاستراكشر اوف ذا اي؟ يعني حاجه واحد، ان الاوبتيك ديسك اللي هي البقعه العمياء بتقع نيزل نوت تمبرال تو ذا ماكيولاريتي، للبقعه الصفراء اللي احسن نقطه بتشوف بيها. بعد كده عندنا السؤال الام اس كيو الثاني، ان الالترا فايلت والانفراريد دول نوت فيزيبل. الالترا فايلت ليها ميزتين، انها بتعمل فيتامين دي وبتعمل داركنينج اوف ذا سكين. ولو ان بس ما تقولش هذا الكلام لان في بعض الزملاء يعني
مش مركزين فيه قوي. الانفراريد كمان مهمه في عمل فيتامين دي، بس الالترا فايلت هي الاهم. فيتامين دي وبتعمل التانينج اللي هو سكين داركنينج، لما بناخد اللون البرونزي الجميل لما نقعد في الشمس، ده بالالترا فايلت. طب ايه عيبها؟ بتعمل سكين كانسر، ده سؤال ام اس كيو. السؤال الثالث في الام اس كيو، الانفراريد كل تاثيرها الهيتنج افكت. لما بتقول انا قاعد في الشمس اتدفى، انت لا تستدفئ بالفيزيبل بورشن اوف الكتروماجنتيك ويفز، لكن بالانفيزيبل بورشن اللي هو الانفراريد. وده اوريك ان كل حاجه عملها الخالق لهدف. الجزء المرئي بنشوف بيه، وحتى الغير مرئي له وظائف. ما هو الليذر؟ قلت لو خدت 7 الالوان بتوع الضوء، الطيف بتاع الضوء، لو خدت واحد منهم مونوكروم، لون واحد، صبغه واحده، هو ده الليزر. وقلنا فقره بعمل بيستخدم للهيتنج، وقلنا فقره معاك العامه انه العدسات بتاعته مصنوعه من ملح طعام. اقلب الصفحه من فضلك، فانا هقلبها بنفسي. برضو الصفحه دي يا شباب مالتيبل تشويس، يعني مش عاوز تركز فيها، ما فيهاش اسئله نظري. When the light strikes a surface، لما الضوء بيصطدم بسطح، ايه الاحتمالات؟ 3 احتمالات، ان يبقى absorbed، يحصل له absorption، او reflection، ينعكس زي في المراية، او refraction، يعني ينكسر كما في العدسات. وهو ده اللي بيهمنا، لان احنا العين فيها عدسات، فاحنا نهتم بالrefraction. فالأول what is the definition of refraction؟ Refraction is a change in angle and or velocity، يعني تغير في مسار الضوء أو في سرعة الضوء. يبقى refraction حاجتين، تغير في المسار الأنجل أو في الوسطي. طب وده يعتمد على إيه؟ يعتمد على refractive index، وفي عربياتنا معناها معامل انكسار، والانجل اللي بيصطدم بيها شعاع الضوء. لان احنا عارفين اهو في صوره العدسه اللي قصادك ان الشعاع اللي بيمر في منتصف العدسه لا يلقى اي تغير في الانجل، يعني ما بيتغيرش، بيمشي زي ما هو. بينما اللي بيصطدم بالاجزاء الاخرى بيتجمع في نقطه بنسميها البؤره. طيب في عندنا 4 اسئله يا شباب، مسائل بتيجي في الام اس كيو. برضو عشان اقول لكم وابقى صريح معاكم اكتر، المسائل دي بيهتموا بيها هنا في كندا وفي امريكا، الناس اللي بتسمعني في كندا وفي امريكا، اكتر من الجامعات المصريه. ساعات بيجوها، مش بقول لا، بتيجي عشان كده هقولها لسبب احب اقوله لك، ان هنا الطالب اللي بيدخل طب بيسبقه انه يروح كليه علوم، يعني شوف بيبقى قوي جدا في الفيزيكس، مش كده وبس، وبعد كده يعمل ام كات اللي هو امتحان مؤهل لكليه الطب. يعني هنا ما بيدخلوش الطب كده على طول، غالبا بيبقوا طلبه علوم. وعلى فكره عندنا نفس النظام في مصر، في بعض الطلبه بتوع البيولوجي بيختاروا منهم الاكثر تميزا وبيكملوا من سنه ثالثه في كليه الطب. يعني في سبيل اخر لدخول كليه الطب غير انك تدخل دايركتلي. طبعا اللي بيبقوا داخلين من علوم، وحتى انا فاكر كانوا بيحضروا معايا في المحاضرات في الكليه، كان بيبقى مستواهم في الفيزيكس هايل. هاويفر الـ4 مسائل كما قلت وبقول وهعيد، انا بقولها بطريقه تناسب يا طالب في ثالثه ابتدائي يا 5 ابتدائي. ما عمري ما يعني باخد الرياضه لمستوى اعمق، فعيب تقول مسائل ما بعرفش احل. لان في الحاله دي لو حسبت لك معامل الذكاء الاي كيو هتطلع النوع الثاني في العبط. لما بقول مساله بتاعت ثالثه ابتدائي لان فيها عددين، لأن طبعا ربنا ما خلقش مسألة فيها عدد واحد، فعددين دي أسهل مسألة. أما لو فيها أكتر من عددين 3 أو 4 بعتبرها بتاع 5 ابتدائي. فأم نوت كيدنج، فبليز يعني من الأول كده احترم نفسك وركز معايا، عشان أنت هتوصم وتصف نفسك لو قلت لي مش فاهم. أنت عارف اتس أول أباوت يعني ثقة في النفس، كونفيدنس، زي ما بقولها لكم دائما ابدا يا اولاد، انت عملاق والمعلومات اقزام، مش العكس. مش تحس المعلومه دي عملاق وانت قزم، عمرك ما هتفهم لو جابوا لك مين يشرح لك.
فأول مسألة في الأربع مسائل، وأنا أحب جدا التجميع والنظام، فأنا بقول الأول إنهم أربع مسائل، وقلت لك ليه بقول عددهم من الأول؟ عشان حاجة اسمها منتال ست، تهيئ ذهني. يبقى هتعد معايا، أدي مسألة، أدي الثانية، أدي الثالثة، أدي الرابعة. أول مسألة ريفراكتيف إندكس، معامل انكسار. نحسبها إزاي؟ الفيلوستي أوف لايت إن إير أوفر الفيلوستي أوف لايت إن ميديا، سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء في الميديا. هنا ممكن تبوظها في حالة واحدة بس، لو نسيت وعكست، حطيت الميديا فوق والإير تحت. طب تيجي نفكر عشان ما تنساش، أنا شخصيا فكرت فيها، هما ليه حطوا الإير فوق والميديا تحت؟ ما هي في الآخر ريشيو إير على ميديا، كان ممكن تبقى ميديا على إير. اسألك سؤال وانت هتجاوبوني، هو الإنسان بيحب الكسور في الحساب ولا الأعداد الصحيحة، الفراكشن ولا العدد الصحيح؟ أنا سمعت طبعا الأعداد الصحيحة. يبقى لو حطينا الأكبر فوق والأصغر تحت هنحصل على أعداد صحيحة. طب أسرع سرعة للضوء هي في الهواء، ومش هيديها لك، 300,000 كيلومتر في الثانية، ده سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، ده أكبر سرعة في الإير. في السائل في الصوليد بتبقى أقل، فإحنا حطينا السرعة الأكبر فوق والسرعة الأقل تحت للحصول على أعداد صحيحة. وأدي مثال، لو الفيلوستي أوف لايت إن إير 300,000 وفي الميديا 150,000، يبقى 300 على 150، النتيجة تطلع كم؟ بتحل معايا؟ 2 ريفراكتيف إندكس. يبقى فهمت؟ مش هتلخبطها لانك فاهم، بقية الطلبة لخبطوها لانهم بيحفظوا اي حاجة، ما فهموش الغرض وراء القصة، ان احنا عاوزين عدد صحيح، فنحط الرقم الاكبر فوق، اير على ميديوم. هنا في شوية اسئلة MSQ مهمة قوي، يبقى ريفراكتيف اندكس اوف اير ايه؟ اير على اير تبقى واحد، مش عاوزة تفكير. الووتر انا قلت لك سرعة الضوء في الووتر، وهنا يهمنا الاكياس هيومر السائل المائي، لانه زي هو مية تقريبا، بيبقى احفظ الرقم معايا 1.33، 1.33 من 100. خد بالك، يبقى السؤال MSQ هنا ان الاكياس هيومر له نفس الريفراكتيف اندكس اوف ووتر، يعني هو ميه. القرنيه 1.38، 1.38. بس لاحظ فين النقطه المهمه هنا، ان معامل انكسار بتاع الكورنيا يقارب تماما بتاع الميه، يعني الفهم في ان الرقمين متقاربين. هتقولي ليه؟ لان الكورنيا بتبقى مليانة من جوه اكياس هيومر، هي مع الاكياس هيومر زي ما هنشوف بتشتغل كسطح انكسار واحد، بتشتغل كعدسة واحدة، فعشان يشتغلوا كحاجة واحدة لازم يبقى عندهم معامل انكسار متقارب. يبقى زي ما بقول احنا في محاضراتي بعتمد على الفهم، انا مش جاي اقرا معاكم، يعني لازم نفهم. فالمية والكورنيا قريبين من بعض، المية 1.33، الكورنيا 1.38. دي المسألة الأولى. طاق المسألة الثانية ريفراكتيف باور، عاوزين نحسب قوة العدسة إن دايوبتر. الأول عاوز أقول لك حاجة، إن نوع العدسات اللي في العين باي كونكيف ولا باي كونفكس؟ تفتكر؟ أنا سمعك باي كونكيف، بس عاوز تبقى فاهم هي ليه باي كونكيف مش باي كونفكس؟ لأن العدسات المقعرة هي باي كونفكس، آسف مش باي كونكيف، العدسات المقعرة ما بتكونش صورة، احنا عاوزين عدسة تكون صورة، فاحنا عدسة محجبة باي كونفكس اهي عشان تكون وراها صورة، لكن لو كانت باي كونكيف مقعرة مش هتكون صورة، بيسوايك العدسات اللي في العين باي كونفكس محدبة. تعالى بقى شوية نقاط برضو في الام اس كيو مهمة. ايه تعريف النودال بوينت اوف ذا لينز؟ هقولها الاول بعربياتنا، نقطة لا تلقى الاشعة المارة بها اية انكسار، نقولها ان انجلش سنترال بوينت، نقطة متوسطة، لايت ريز باسينج باي ات اندرجو نو ريفراكشن. يبقى النودال بوينت نقطة متوسطة لا تنكسر عندها الاشعة، سنترال بوينت لايت ريز passing by it undergo no refraction، بينما الأشعة المتوازية التانية بتنكسر معاها بشعاع الليزر وهتتجمع في نقطة اسمها focal point،
اللي هي البؤرة. يبقى دي تاني حاجة. طب تالت تعريف، ايه هو البرنسبال اكسس اوف ذا لينز؟ الخط الواصل بين النودال بوينت والفوكال بوينت يسموه البرنسبال اكسس. طب اهم تعريف، ما هو الفوكال لينث؟ البعد البؤري، هو الديستانس بتوين نودال بوينت اند فوكس. تبقى عارف الاربع تعريفات دول للام اس كيو، اهمهم الفوكال لينث، ذا ديستانس بتوين نودال بوينت اللي هي النقطة المتوسطة التي لا تلقى عندها الأشعة انكسار، والفوكس النقطة اللي بتتجمع عندها البارالل ريز. عايزين نحسب قوة أي عدسة، فهم فكروا بطريقة لطيفة قوي. تعالى بدل ما أقول لك المسألة أقول لك إزاي فكروا عشان نبقى بنفكر. هم قالوا إن العدسة التي تجمع الأشعة على بعد متر، يعني اللي البعد البؤري بتاعها متر، تجمع الأشعة المتوازية على بعد متر، يبقى هي دي وحدة القياس وهنسميها 1 ديوبتر. يبقى اللي تجمع على بعد متر يبقى قوتها 1 ديوبتر. طب ممكن تفكر معايا، طب اللي تجمع في نقطة أقرب نص متر يبقى تبقى أقوى ولا أضعف؟ أنا سامع إجابتك، أقوى. يبقى العلاقة عكسية، كلما قصر الفوكال لينث يعني العدسة جمعت أشعة نقطة أقرب زادت قوة العدسة. عشان كده كان لازم يحطوا المعادلة بالعكس. يبقى ما هو refractive power of the lens؟ 1 over the focal length، يعني علاقة عكسية، كل ما الفوكال لينث صغر النتيجة هتكبر. بس إيه أهم حاجة في المسألة دي؟ in meters، واحد على الفوكال لينث بالمتر مش بالسنتي. يعني قلت واحد على نص تبقى اتنين، لو العدسة بتجمع على بعد ربع متر تبقى واحد على ربع، طبعا واحد على واحد على اربعة يبقى الاربعة تطلع فوق. انت فاهم انا بقول ايه؟ تبقى اربعة. طب وافرد جابها لي بالسنتي، انا عندي مسألة سهلة قوي، مفروض تعمل ايه؟ لو قال لي عدسة بتجمع على بعد 20 سنتي، يبقى لو انا طفل واحد احول 20 لمتر، يبقى على 20 على 100، تبقى 100 على 20 100 تطلع فوق تبقى 5. طب ما تيجي نعمل معادلة خاصة بينا سهلة بينا احنا بس. لو اداني البعد البؤري بالمتر هحط واحد على المتر على طول. طب لو ادوني بالسنتي يبقى بدل واحد على المتر 100 على السنتي. يعني مش عاوز عبط بقى ان انا اقول هحط واحد على 20 على 100 والمية طلعها فوق. طب ما من الاول طلعها فوق، يبقى اعتبر لما اديها لك بالسنتي بدل ما واحد على المتر تبقى 100 على السنتي. حلوة دي، اكتبها كنوتس جنبك. يبقى الريفراكتيف باور بتاعة اللينز يا واحد على المتر يا حاجة لينا احنا، لينا احنا 100 على السنتي. وانا بتصور لو سؤال ام اس كيو انا بحل المسألة وانا بقراها على فكرة، ما بعملش حساب، يعني انا هقول وانت حل معايا. عدسة بتجمع الاشياء على بعد 1/3 متر يبقى قوتها كام؟ 1 على 1/3 تبقى 3. عدسة بتجمع الأشعة على بعد 10 سنتي يبقى وأنا بقى يبقى 100 على 10 ب10 لأنه داني بالسنتي. أظن المسألة سهلة. عيب تقول في مسائل وجالنا مسائل وما بنعرفش، بزعل. مسائل إيه؟ مسألة فيها رقمين يعني 3 ابتدائي. تعال نيجي بقى مسألة بتاعت 5 ابتدائي إن فيها 3. اللينز فورمولا، واحد على بعد الصورة، أقولها الأول بالعربي، زائد واحد على بعد الجسم تساوي واحد على البعد البؤري، كلها in meters. يبقى in English 1/image distance ناقصة plus هنا، يبقى حطها من فضل، plus 1/object distance equals 1/focal length. هتقول لي ايه قيمة المعادلة دي؟ لاحظت؟ واحد على بعد الصورة زائد واحد على بعد الجسم تساوي واحد على البعد البؤري اللي هي ايه؟ اللي هي قوة العدسة. يبقى كأن حساب قوة العدسة يتم بطريقتين، يا اما مسألة سهلة فيها عدد واحد، واحد على البعد البؤري، او مسألة فيها عددين، واحد على بعد الصورة زائد واحد على بعد الجسم. ليه؟ لان واحد على بعد الصورة زائد واحد على بعد الجسم يساوي واحد على البعد البؤري اللي هي تساوي الدايوبتريك باور اوف ذا لينز، الريفراكتيف باور اوف ذا لينز. مش في حتى في الحساب يقول لك اذا ساوت كميتان كميه ثالثه فالكميتين متساويتين، هي كده. طب دول
واحد على الايمج واحد على الاوبجكت يساوي واحد على الفوكال، واحد على الفوكال يساوي الريفراكتيف باور، يبقى دول يساوي الريفراكتيف باور. يبقى كلام بسيط جدا. يبقى تاني حساب قوه العدسات في مسالتين، الثانيه والثالثه. مساله بتاعه الثالثه ابتدائي واحد على البعد البؤري بالمتر، مساله بتاعه خمسه ابتدائي واحد على بعد الصوره بالمتر زائد واحد على بعد الجسم بالمتر. طب واذا اداني واحده بالمتر واحده بالسنتي؟ اظن انت اتعلمت اللي بالمتر تحط واحد على المتر، طب واللي بالسنتي؟ تحط 100 على السنتي. هيجيب اكزامبل، الجسم يبعد متر، خد بالك وانا بقرا بحل، يبعد متر يبقى واحد على واحد بواحد، احطها في ذهني. والصوره تبعد 20 سنتي يبقى 100 على 20 بخمسه، يبقى واحد زائد خمسه يساوي 6 قوه العدسه. مثال تاني. طيب وهو يعني اصعب مساله، بيديك بعض الحاجات بالسنتي وبعضها بالمتر. اللي بالمتر واحد على المتر على طول، اللي بالسنتي 100 على السنتي. الجسم